تعال نروح لمرتا. مرتا وشكل جديد بعد ما شد الطبله، مع انهم حطوه على جنب وغضبوا عليه وقالوا له العب بعيد يلا، خلاص البس بقى الفانيلا الحمالات واقعد في البيت وبتاع. قال لك لا، انا ضيع عمري ده 40 سنه من التطبيل المستمر بدون كلل او ملل، ولا حوالي 50. فرجع مره تانية قال لك ايه، انا مستأمن اللي بيحصل لبنيامين فؤاد، وقعد يهاجم في محمد سلام اللي هو حطوني مش عارف ايه اللي ما يحسوني، يعني المهم ايه ابهر الناس. تعال نشوف مرتضى منصور واخر ظهور اعلامي جامد. بس لان كده بقيت انت المزور، احرجت اي حد هيشتغل. طب هيشتغل هنا على مسرح في مصر هيضحك ولا هي قصه الرياض؟ يبقى خاين. طب هيشتغل في تونس؟ طب هيروح مهرجان جرش؟ يبقى خاين. طب انت عملت المزوره. وعشان كده زميلك بيومي فؤاد اللي انا ما بعرفوش، شوف مكتوب عنه ايه، الخاين العميل، وكان هو اللي بدا بطلنا بسببك انت. انت اللي عملت كده لزملائك، انت بقيت المزوره. لا انت مش مزوره، انت عايز تعتذر، حقك والله العظيم، وانا لو مكانك هعتذر مش هروح. بس لو جالك كوميدي هنا في مصر مع المواضيع اللي هتمثل، لو مع الراجل اسمه احمد مكي كبير قوي، ولا هتقعد اعتذر مفيش شامل كوميدي، خلاص هتبقى امين رزق. محمد انت ممثل جميل، وحذرت وقلت تصفيه الحسابات. انا مستاء من اللي بيحصل مع بيومي فؤاد. بيومي فؤاد اهلاوي وحمى، وبيني وبينه يعني ما انا مش طيب تمام، بس انا شايف واحد عمال يتهان وتهز بقى خاين، كان هو اللي بيتجر اطفالنا، مع ان الموضوع كان سهل جدا. زي ما انت عملت العقد في السر وخدت الالبوم في السر، وانا صغير انا بعتذر. عاشق الترند، عاشق الكاميرا، عايز يرجع مرة تانية. لو قالوا له اطلع اعمل اعلانات عن بودرة تلك 9 5 هيطلع، ليه؟ المهم يبقى في الصورة. يعني مرتضى منصور بيدي نصايح لمحمد سلام وبيقول له اعمل ايه وما تعملش ايه، وبيومي ماله ومش عارف ايه، واصل انت يعني هتروح الرياض. لا مش هتروح الرياض، لا الرياض فيها فلوس اكتر على فكرة، بس هي مسألة مبدأ. وكونه انه يطلع يتكلم، ايه العيب في كده؟ ما انت بيجح اهو طالع تتكلم عادي جدا، بعد ما خدت على قفاك وبتتكلم عادي جدا. هو ليه ايه المشكله لما واحد يبقى ماشي في طريق صح وهو شايف انه صح ما يقول رايه؟ يا عم هو حر، مش انت بتقول رايك وشايف انه صح حتى لو هو غلط؟ انت حر. فاللوم على محمد سلام ده تنطع بقى. انت ليه بتحرج زملائك؟ ليه بحرجهم؟ ليه؟ هو خد موقف، هو كان فيه 80,000 دولار داخلين اعتذر فما خدهمش، خلاص. زميله راح اخد ال 200,000 دولار وحطهم في جيبه واتبسط، خلاص. هو انكر عليك ده، ما انت حر يا عم. احنا بقى عموما الناس تفاعلت على منصه اكس تويتر سابقا، وخليني اجيب لك 3 نماذج كده تفاعلوا مع كلام مرتضى منصور وعلقوا على كلامه لمحمد سلام ودفاعه عن لمؤاخذه الرخيص قوي زي ما هم بيقولوا عليه في السوشيال ميديا. نقرا مع بعض. عز السخاوي بيقول: حتى انت طلعت كومبارس لتركي الشيخ، عليه العوض ومنه العوض يا مرتضى منصور. التعليق اللي بعد كده محمد اليوسف بيقول: هو في عقد بيتمضي في العلن؟ ما كل العقود بتتمضي في السر. طول عمري بكرهك يا مرتضى منصور، ومش بطيء اللي خلفوك عشان انت ما شفتش ربع ساعة تربية، ولسانك زفر زي وشك العكر، وجودك في الحياة أكبر إساءة لمصر. بس يلا كلها شوية ويترفع عليك قضية وتدخل السجن زي كل مرة. شوف تعليق ثالث واخير. الدكتور بطاطا بيقول لك: اكبر غلطه عملها بيومي فؤاد في حياته ان خلى واحد زي مرتضى يدافع عنه، وعمل زي اللي جاي يكحلها عماها. مرتضى منصور الصغير قبل الكبير في مصر، عارف تاريخه واخلاقياته، حتى نادي الزمالك وجمهوره طردوه. محدش هيصدق كلامه غير كل منافق او كاره للحق.